هلا هلا بيكم منحييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بوشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. او جودوي انتم مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدأ يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي اويدي من المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. انت قتلت مرتك؟ سيدي ايه قتلتها بشو قتلت لمرتك؟ سيدي بالشاكوش. بالشاكوش؟ بالشاكوش؟ تو عليك حقير ندل. انت شو دخلك بهي القصة؟ سيدي انا صلي سنتين جارو عم نطلب انه يعيرنا شاكوش ما عم يعطيه بيقول لي ما عندي. وقفوا شباب وقفوا بدنا نغني نحن والجمهور. اهلا وسهلا فيكم كلكم كلكم اه يلا مع بعض. بغني لا وبدق لا غير بحبك ما بقول لا. بغني لا وبدق لا غير بحبك ما بقول لا. بغني لا بعد كمان في شباب رواق كمان مرة. بغني لا وبدق لا غير بحبك ما بقول لك. بغني لا وبدق لا غير بحبك ما بقول لا. حط عراسي من فوق عيدة والله عيدة. بحط عراسي من فوق ضعية. ضعية موسيقى بغني لا فوت. انت عم فوت شوف هالشكالة سيدي. بعدك بعدك ايه هات لنشوف اللي يا ابني. شو في سيدي؟ لقطناه بالشارع سكران. شو قال لقطوه بالشارع سكران؟ لا يا سيدي سكران بالشارع سيدي مو هيك كمان. كمان كامش القنينة بالشارع وعم يشرب علنا. شو شو يا قال كامش القنينة بالشارع وعم تشرب علنا؟ والله كامش الشارع علنا عم بشرب عم بمشي بالقنينة. سيدي كمان مو هيك عم يعمل مشاكل بالشارع. شو قال عم تعمل مشاكل بالشارع ولك؟ خلاص سيدي خلاص خلاص انت خليك هيك لافف رجل على رجل مثل النسوان على قالوا لنا قالوا لنا.
لك انت حياتي وانت عمري، لك انت النفس اللي بتنفسه، لك بتعرفي شو انا مستعد جيب لك الدنيا كلها، لك مو بس هيك، لك انا مستعد افضح حالي قدام العالم اني بحبك، لك ورجيكي، لك هو، ولك يا عالم يا ناس انا بحبها بموت عليها بعشقها، لك وعواض الخاتم جايب لها 4 خواتم، بتعرفوا ليش؟ لانه الشرق بحق لي 4 وانا شايف الاربع نسوان فيها. ها يا عمري هاتي ايدك لك. لك كانت عطيني ايش حطوا؟ شو دعني ولا؟ ليش حطوا؟ شو ليش حطوا؟ لقيت سارق الاربع خواتم وجاي يخطبك. احترام سيدي. اهلين احترمناك يا اخصان، شو القصة؟ سيدي هذا المتهم تهريب اسعار. ايوه. وهذا المتهم تهريب حشيش. ماشي اتركن وروح على شغلك يا اخصان. احترام سيدي. خليك يا اخصان. اسعار عم تهرب؟ ولك عم تهرب اسعار وطنك، بلدك، ذاكرتك، تاريخك، عمرك، ريحة جدودك عم بتهربك، شو عم يجي منك؟ لك بتعرف انه لك القتل اهون من تهريب الاسر، لك هي الذاكره الوطنيه، لك بتهربها؟ حسابك بعدين، حسابك عسير سيكون فيما بعد. وانت ولا شلون عم بتهرب الماظو؟ ما 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 زود شو شو تسيدا أنا عم هرب حشيش يا خزان تعالوا أنا ما عم هرب ما زود شو إيه ليش قلتي لا أنتي لك وأنا لك إيه وأنا هيك صار معي ايه ورحنا ايه والله كان حلو المشوار كثير لا عم تدخن يا ولا روحي بعدين بحكي معك ايه عم دخن بابا عم ترد بوقاحة من انت بتدخن انت من لما شفتك طالع من غرفه خدامي بنص الليل يعني انا قصدي انه هذا الدخان خفيف رح اعطيك نوع ثقيل بيعبي لك راسك جدي شو عم تعمل؟ ها؟ شو عم تقرا؟ عم بقرا كتاب تاريخ كتاب تاريخ؟ هات لشو؟ شو الكتاب هذا؟ تاريخ شو ها جدو؟ شو؟ هي مجلة نسوان اي ما انا بالنسبة لي النسوان صاروا تاريخ سلامة قلبك تيتي، هذا فارس صديقي جاي يطمن عليكي وليد خير شبها شو صاير معها؟ شوفت عينك من بعد ما مات المرحوم جدي وهي حالتها هيك اخدوها على دكتور؟ لك ما اخدناها على دكتور نفساني قام قال لي جوزوها واحد تاني جوزناها واحد تاني قام رجعت خلنج ما عاد فيها شي حلو بس دغري انجلط واندفن بأرضه قام رجعت لحالتها الأولانية هيك مثل ما لك شايف معناتها اخدها على دكتور تاني لك يا ابني لشو المصاريف الزيادة؟ وجعي وبعرفه لك رجعوا على وصفة الدكتور الأولاني Mm-hmm.
مش خير كمان؟ لا هيك ما مش الحال. هلا بوريكم. تيتي؟ تيتي؟ امي بدي اسالك سؤال. شو؟ تيتي؟ شو رايك خليك جده يعوي؟ ولا ورصاص يشق حنكك. يا رب شو مالك؟ جدك يعوي؟ لك طولي بالك تيتي، مو هيك قصدي يعني. يعني بس بدي اقول لك شغله، اذا خليت لك يعوي شو بتعطيني؟ ايش كان بدك تخليه يعوي؟ ورجيك اشتغل؟ ورجيني اشتغل. شوف جدو؟ جدو؟ قوم بدي اسألك سؤال. صحصح شوي. شو بدك جدي؟ جدو؟ بدك تسألني شيء؟ ايه تفضل. صحصحة؟ ايه صحصح. قديش صار لك ما شفت نسوان؟ قديش صار لي ما شفت نسوان؟ ايه. ولا هو شو هالقصة؟ شو بدي أعرف؟ والله الحجن يا بي. شو يعني بدي أقول لك شغلة. شوفي يا ولا، يعني صار لي هيك يومين ثلاثة بدي أعرف شغلة عن حالي وما عم بعرف. شو هي؟ يعني شلون بدي أعرف عيوبي؟ شو؟ عيوبك؟ إيه عيوبي. صحيح، شلون بدك تعرف عيوبك أنت؟ إيه خيو، ما لك غير تسب مرتك ولا تنشر عرضك وتفرجيك عيوبك وعيوب الحارة كلها وعيوب أهلك.